يا ستي رودي ده ما كانش فلوس لي عندها. هاتي يا ستي جهزت الفلوس. اه هي حبيبتي الحق اجيب لي معيز. معيز؟ اه مالك بلاش تجيبي معيز في الوقت ده. ليه يا رودي؟ اديني قلت لك بلاش تجيبها وخلاص، عايزه تجيبها في الموسم بتاعها. يا ستي الفلوس هتطير من ايدي وانا احب استفاد بالفلوس بتاعتي. براحتك يا دودو، بس اديني قلت لك اهو. يو بقى سلام. بكام يعني هنزل لنا فيه؟ انت كام؟ هو 200 بس. 200 بس ده رخيص قوي، اوعى تكون سارقه يا عم انت. لا حد الله ما بينه وما بينك حرام. ايه رايك فيه يا انا؟ حلو يا ماما. يعني اشتريه. باين عليه. خد يا عم الله يبارك لك في فلوسه ويبارك لنا فيه. يلا سلام. يلا الحمد لله اهو بقى عندنا معزتين. مبسوطين؟ مبسوطين. يلا دخلوهم العشه بسرعه. يلا يلا. ايه رايك في المعيز يا احمد؟ حلوه. معزتين حلوين زي الفل. لا دول ثلاثة ازاي؟ ايه واحده لحقت تولد وتحمل؟ ايه يا احمد؟ والله ثلاثة. تعالي شوفيهم. تعالى يا رودي. الحقيني يا رودي. في ايه مالك يا رودي؟ الحقيني انا في مصيبه. ايه خير؟ جبت معزه وعندي معزه، فجاه الواد احمد بيقول لي دول ثلاثة وهم اتنين بس. انت جبتيها منين؟ من روب الجيل حد عنده. انت ما سمعتيش كلامي، انت مش عارفه الموسم ده موسم ايه. موسم ايه؟ طب الراجل كان شكله ايه؟ احكي لي. مش باين وشه، كان مخبي وشه بس لقيته قدامي والسعر رخيص قوي. انا عرفت، بس انا عرفت كل حاجه. ايه ده؟ جن مش معزه. يا بصبتي ازاي؟ بيكون الشخص ده متفق مع الجن انه يتشكل على شكل معزه، وممكن يبقى 2 و3 و4 عشان يكسب فلوس من وراها. اول ما تيجي تذبحي المعزه دي ولا بتنزل دم ولا حاجه، لانه في الاول في الاخر جن. الحقي اتخلصي منهم، ادفنيهم، موتيهم، ادفنيهم بسرعه دلوقتي حالا. حاضر يا رودي. سلام.